اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الثانيه نتاع طاوله رمضان. البارح كيما شفتوا شنو عملت لكم العشاء هذاك، فضل لي منه الشربه، انا عملت معناها بالدوبل متعمده، وفضل لي منه شويه كمونيه، عاد لي الخبز. اليوم باش نزيدو دجاج، باش نعملو دجاج محمر في الفرن وبطاطا محمره في الفرن وسلطه سيف تونسيه، سهله الحكايه ما فيها حتى شيء. الدجاج لهنا رميته بالماء كهو، مازلت ما حطيتلو حتى شيء، باش نفوحو زيت وملح والكليل مانيش باش نكثر في اللفاحات، خاطر مش اللفاحات هذو باش ندخلهم للفرن، باش نعمل لفاحات اخرين. وشويه تابل وورقتين رانت. الماء هذاك من بعد نستحقو نعمل بيه حاجه اخرى، معناها ما يتلوحش الماء هذاك. هوني كثرت في الكميه نتاع الدجاج خاطر عندي رياف، سينو نعمل اقل من هكا. نغمو هكايا بالماء خليه يغلي باش نبقى وين نرمي البطاطا. البطاطا باش نرميها في الاخر معاها شويه تطيب نص طياب وتكمل الطيب من بعد في الفرن. اما الدجاج الاكثريه نحب نطيبه معناها تماما يطيب للي يهبى نقولوا نحنا في الماء هذايا، باش في الفرن جوست يتحمر من برا. ولهنا عندي سلطه سيف تونسيه، عملت طماطم باش نحيلها الزريعه نتاعها، وقرن فلفل كيف كيف نحيل الزريعه نتاعو، وخيار والا فقوس وكعبه بصل. هذيك سلطه السيف التونسيه، نحينا لهم زرعتهم وباش نقصوهم مكعبات صغيره. هكايا هاكا نقصوا الفلفل والخيار كيف كيف ولا الفقوس. هكا مكعبات هكا صغيره، والطماطم كيف كيف هكا، والبصل هكا. نكمل نقصها ونرجع لكم. وهوني قشرت البطاطا اللي باش نرميها توا مع الدجاج، والسلطه صاي كملت قصيتها وغسلت معها شويه خس باش نزينها جوست بالخس وكهو معني وقت التقديم، والبطاطا باش نقصها هكا، باش نقصها هكا على أربعة. نقصها ونرميها على الدجاج. توا نجيب نرميها هكا فوق الدجاج. ونحضر توا لفاح نتاعها. توا لفاح نتاع الدجاج باش نحطو لهنا. والبطاطا. نحط الملح أول حاجة. البصل الإشالوت اختياري. تعرفوني ديما نحطو. فلفل الأكحل. التابل الكليل، يحب الكليل الدجاج. هوني عندي معدنوس شايح جست شويه معناها للون، وسيبولات الثوم المعمر. سالتوني برشا على السيبولات شنيا اللي هي الثوم المعمر، سينو مش لازم. ولا كان عندكم مزروعه ثوم في الدار خذوا الساقين نتاعو. الكركم والزعتر، شويه فلفل مهروش، بابريكا، زنجبيل، والمكون السري اللي هو الكمون اللي يعطي نكهه غير. وهوني طوا باش نلمهم بالزيت هكا،
وشوية خل وإلا قارص. نعمل عصرة قارص شي بنانو وشوية موتارد اختياري، زيد الموتارد اللي يحبو هكا هاو، وما نزيدش أكثر من هكا. طيب باش نحط لهم شوية ماء هكا، هو حس سلطة نحط لها كل شيء إلا الملح. عندي نعناع الشيح، سلطة الصيف ما تكون كان بالنعناع الشيح، شوية خل وقارص والملح والزيت، نكملهم لهم بعد قبل ما نقدمها. الدجاج والبطاطا صيي باش نصفيهم من الماء. بسم الله ردوا بالكم، البطاطا راهي باش تترفس مع الدجاج، ولا هكا ديجا ترفست. باش نحط الدجاج قبل، حطيت الكل توا نخلط، وحطيته توا كملت حطيته في الطبق هوني هكا، وتوا نحط البطاطا في اللي بقى من الأفاح هذاك. البطاطا هوني راني فوت في تيابها، والماء هذاك ما يتلوحش، تعملوا فيه حاجة طيبوا بيه حاجة أخرى، سوب ولا الشربة الجاية ولا حاجة هكا. البطاطا خليوها تاخذ الطعم هذاك ونصبها فوقها. وندخلها طول الفرن على اعلى درجة. يصير لهنا عملت عنب ملوطة، هاوك عنب، عملت العنب هذايا ملوطة وفوقه فريز، قصيته فريز وفوقه منعرفش شنو اسمه البلو بيري هذايا، منعرفش شنو اسمه حاسيلو. باش نحط البنان وقت بجي باش نقدمه، ونحط عليهم الكريم فويتي هكا هاو، مانيش باش نفوحو بحتى شيء، لا سكر لا فاني لا عطر شيء لا حتى شيء، باش نخليها كيكه سامبل، جست نحط عليها الكريم فويتي هذايا، صب عليها في الاخر هكا وقت التقديم، ونحطها في الفريجيدير. والسلطة باش نزينها هكا، حط كعبات الخس هكايا ما همش مفوحين، وفوحت السلطة كملت لها طوى الملح. كملت لها الملح والزيت ونحطها هكا. بسم الله هكاكا، ونحط لها كعبات زيتون هكا، والسلطة متاعي حضرت، والدجاج هو حضر زينتو كعبات الصحاح هكا حطيتهم غادي ولي تكسروا حطيتهم في الوسط، وطاوة باش نكسر لهم هكا اللون شوية بالطماطم. هكا وبعد نحط عليهم شويه معدنوس هكايا، نقصوا عشوائيا وعندنا الخس زيادة كيف كيف. هكا وكهو أطبق الدجاج حضر معانا نحطوه، وهذه طاولة رمضان الثانية، إن شاء الله ربي يتقبل صومكم ويثبت أجركم.
لهنا الكمونية اللي قعدت لي من البارح عاودت حطيتها، الشوربة كيف كيف، زدت سخنتها وزدتها شوية من المرقة متاع الدجاج. هذا هي الدجاج المحمر، وهذا هي السلاطة التونسية سلاطة الصيف، وشوية غلة، والديسير في الفريجيدير كما وريتهولكم، والخبز قعد لي زادة من البارح، الخبز سخنته طوا وحطيته، وهذا هو عشانا خفيف ظريف، ان شاء الله يعجبكم، وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.